كلمة النادي محمد ماهر منسق حمل كلنا معاك من أهل مصر والقاهرة فليتفضل. نائب محمد ماهر حامد عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر والمنسق العام لجمعية من أجل مصر بالقاهرة ومنسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالقاهرة. أنا بس هديكم نبذة صغيرة الأول عن جمعية من أجل مصر لنوضح مكوناتها والخدمة بتاعتها اللي هتقدمها للمجتمع. الجمعية تأسست في 2016 من نواب مجلس النواب من المستقلين ومن أعضاء الأحزاب، وإن الجمعية من أول ما بدأت الجمعية بدأت تعمل نشاط كبير لخدمي واجتماعي في أنا هتكلم على القاهرة تحديدا لأني مسؤولا على القاهرة، إن بدأ النواب يتفاعلوا مع أهل الدوائر ويقدموا خدمات عديدة، منها ملتقى توظيفي، منها إطلاق حملات من سيارات بمواد غذائية ولحوم ودواجن إن هي تباع بأسعار مخفضة لأهالي الدوائر، وإن النواب الحملة نواب جمعية من أجل مصر أصروا على تدشين حملة كلنا معاك من أجل مصر، والحملة كلنا معاك من أجل مصر بتتكون أساسا من نواب جمعية من أجل مصر. بدأت تدشين الحملة من الأسبوع السابق وبفعالية تم عمل احتفال كبير دعى فيه نجوم المجتمع والكورة والفن والإعلام وطبعا أعضاء مجلس النواب أعضاء الجمعية، وبدأت الحملة إن هي تبتدي تجهز منسقين على مستوى البلد كلها الجمهورية. تم تعيين منسقين لكل محافظة وتم تعيين منسقين تابعين ليهم لكل دائرة، والمنسقين دول طبعا بدأوا التفاعل مع أهالي الدوائر بتاعتهم لتوضيح إحنا ليه دلوقتي بنقول وبنطالب، الشعب المصري كله بيطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسة جديدة. هنيجي نقول طب إحنا ليه دشنا الحملة وإيه الأسباب وإزاي هنقنع الناس وإزاي هنتكلم مع أهالي دوائرنا عشان يوقعوا ويطالبوا الرئيس السيسي بالنزول على رغبة الشعب المصري بالترشح لفترة رئاسة جديدة. نمرة واحد إن طبعا ما لا ينسى الشعب المصري 30/6، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم اليوم دوت والفترة العصيبة اللي مرت بها مصر من حكم الإخوان وبدء الإرهاب واستشرائه ووجود انقسامات وتقسيم لكل الدول العربية حوالينا منها ليبيا وسوريا والعراق، فبدأ إن هو شاف رؤيته مع قادة الجيش إن البلد رايحة للمجهول، وما ينفعش مصري يشوف بلده رايح المجهول وما يتحركش. بدأ يتحرك نزل الشعب المصري كله نزل في 30/6 للمطالبة بعزل الإخوان، عزل مرسي وتطهير البلاد من الإخوان. أما بدأ ورشح نفسه للانتخابات نزولا على رغبة الشعب المصري، بدأ نهضة اجتماعية ونهضة اقتصادية من إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، الطرق، المحاور، ما بدأ قناة السويس الجديدة، عمل نهضة شاملة في البلاد، تحرير سعر الصرف. بدأ إن هو في نفس الفترة استشرى العمل الإرهابي في كل في دول العالم كلها. مصر النهاردة بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله، وهو بدأ إن هو يحاول إن هو يخف الإرهاب من مصر ويطهره من الفكر المتطرف ومن الإرهابيين. وفي نفس الوقت بدأت مصر تتبوأ المكانة المرموقة التي يجب أن تكون عليها مصر على مستوى الدول العربية والإسلامية ودول الدول الأفريقية ومستوى العالم كله.
فاحنا عشان كده احنا بنطالبه باستكمال ما بدأه، لان مصر ليها دور ريادي في العالم كله، ومصر هي القائد هي المعلم. وتحيا مصر. النائب محمد ماهر، شكرا جزيلا لك.